واحد من أبناء الأهل المخلصين، استحق لقب رجل المهام الصعبة، عاشق يلبي نداء القلعة الحمراء والدفاع عن الكيان ورفع اسمه في أي قطاع من قطاعات الكرة بالنادي تحت أي ظرف وفي أي زمان. إنه نجم المارد الأحمر السابق، لاعباً ومدرباً، ورئيس إدارة المواهب بالنادي المدرب القدير فتحي مبروك. لا يسيب عبد الله من الفعل ويبلعها عالية يطلع فيها ورحة. يعد فتحي مبروك المولود في 5 يوليو عام 1951 حكاية طويلة مع النادي الأهلي وقصة ارتباط وثيقة بالقلعة الحمراء التي دخلها لأول مرة وهو في 9 من عمره كشبل يافع في قطاع الناشئين بالنادي، وشق طريقه سريعاً بين مختلف المراحل السنية إلى أن بات لاعباً مؤثراً في الفريق الكروي الأول بالنادي بعد تصعيده لأول مرة في موسم عام 1971-1972. أصبح أحد نجوم الفريق الأول في مركز المدافع الأيسر، ولعب ضمن جيل من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية، منهم محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وغيرهم، وشكل مع حسن حمدي وزير دفاع القلعة الحمراء ثنائياً متفاهماً ومميزاً في الخط الخلفي للأهلي، حتى قيل وقتها إن هيدي كوتي يضع مبروك وحمدي أولاً في التشكيل ثم يفكر في بقية اللاعبين. فاز فتحي مبروك مع الأهلي لاعباً بستة ألقاب في بطولة الدوري العام ولقبين لكأس مصر. أما على الصعيد الدولي فانضم لمنتخب الفراعنة للمرة الأولى في عام 1974 وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية عام 1980، كما تمكن من تسجيل هدف مصر المؤهل لأولمبياد موسكو في نفس العام. وبعد رحلة رائعة مع الأهلي والمنتخب اعتزل كرة القدم في عام 1981، وانتقل بعدها للعمل في مجال التدريب حيث تألق بشكل لافت للأنظار. كانت أولى محطاته التدريبية في عام 1985 بعد تعيينه مدرباً مساعداً مع الجنرال الراحل محمود الجوهري في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وحقق الفريق في هذا العام اللقب الإفريقي. وبعدها انتقل ليكون مساعداً للجوهري أيضاً في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليحققا معاً إنجازات كبيرة كان أهمها الوصول إلى كأس العالم عام 1990 والفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998. تولى فتحي مبروك مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي لأول مرة في منصب الرجل الأول عام 2003 بعد رحيل الهولندي جو بونفرير عن الفريق، وقاد الفريق حينها للفوز ببطولة كأس مصر. وبعد أكثر من 10 سنوات تولى خلالها تدريب عدد من الأندية، عاد في الولاية الثانية له مع الأهلي ليتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف وينجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري. وبعدها يتولى الإسباني جاريدو تدريب المارد الأحمر، لكنه يرحل سريعا ويتم الاستعانة بخدمات فتحي مبروك للمرة الثالثة. في عام 2019 عاد فتحي مبروك للأهلي من جديد في منصب آخر بالإشراف على قطاع الناشئين، وأخيرا في يونيو الماضي أسند له المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب مهمة جديدة بتعيينه رئيسا لإدارة المواهب بالنادي.